السلام عليكم مرحبا بكم في قناه سهام شانيل اليوم جيت ندير معكم البان سويس دونك اول حاجه غنحتاجو هي لاباط فويتي راه صاوبتها معكم في الفيديو ديال البارح ديال لي بالمي دونك لا ميم شوز الحاجه الوحيده اللي زدتها في العجين هي معلقه كبيره ديال خميره الخبز حيت هما خاصهم يخمروا واحد شويه دونك نفس الطريقه نفس لا كل كلشي غير في العجين نزيدو معلقه كبيره ديال خميره الخبز دونك دابا انا هنايا الا خرجتها من الفريكو درت ليها لي ميم زيتاب بحال لي بالمي ومن بعد ما خرجتها من الفريكو غادي ندلكها على شكل مستطيل هاد البان سويس انا مدمنه عليه تيعجبني بزاف يعني الا مشيت شي باتيسري أه ما ناخذش اي كرواسون انا ناخذ غير البان سويس تيعجبني بزاف دونك قلت علاش ما نشاركوش معكم دونك صيبوه حتى في الدار راه تيجي لذيذ بزاف من بعد ما سرحت العجين المورق ديالي هكا على شكل مستطيل غادي نقادو من الجنيبات نحيد داك الزوائد ولا كانت شي بلاصه ما مقدداش هكا نقادها بالسكين انا هنا مصاوبه لا كريم باتيسير ديالي تندرت غير ديال لا بواط الطريقه راه تتكون مكتوبه فيها وخديتها بردات واحد شويه واخا انا ما خليتهاش بردات مازال ما شدتش راسها زربت عليها غادي نبدا نديرها في الوسط ديال العجين يعني غادي نخلي شويه المسافه من جناب ونحطها هي في الوسط كيف تتشوفوا في لا حتى نكمل الطول كامل ديال العجين المورق ديالي وصفه سهله وسريعه وتتجي لذيذه بزاف من الد ما يكون من بعد ما سرحتها كامله غادي ناخذ دابا لي بيبي دو شوكولا انا غندير لي بيبي دو شوكولا نوير بلون دونك نسرحهم هن... فوق ديك لا كريم باتيسير بطريقه عشوائيه وغير القنيسات كاملين يجيو عامرين اللي ما تيبغيش الشكلا تقدر يستغنى عليه ما هو راه تيجي زوين فيها وصافي دابا غنبدا نتني هاد الجنيبات غناخد الجنيب الاول نحطو نحاول نورك عليه واحد شويه بيديا باش يلصق لي بديك لا كريم باتيسير باش ما يتحلوليش في الفران ونعاود ندير الجنب لاخر يكون شويه كبر من من الجنب اللي قبل منه باش نحطو فوق منه ما يتحطش فوق لا كريم يعني يتحط فوق العجين حتى هو الا بغيتو العجين واحد شويه بالماء ولا بالبيض هكا باش يتلصق لكم مزيان مع بعضياتو سينو انا راه ما درت ليه والو من بعد غادي نبدا نقطع لي بان سويس ديالي الحجم اللي بغيت واش بغيتوهم كبار ولا صغيورين يعني العرض اللي بغيتو ها ما كيفاش تيجيو ونبدا نحط في اللاطه ديالي الموسم الاحسن انه يكون ماضي واحد شويه باش يعاونكم ما تخرجش لكم لا لك كريم باتيسير هي اللي كانت راسها مزيان راه ما غاديش تخرج آه انا اللي خليتها واحد شويه جاريه مي ماشي مشكل دونك ها حطيتهم دابا كلهم في اللعطة غادي نخليهم يخمروا واحد نصف ساعه نغطيهم بشي زويف حتى نرجع عليهم بعدوهم من بعد ما خمروا لي واحد شوية خديت هنا بيضة طربتها مع شوية ديال الحليب وغادي ندهن لهم وجههم الفران ديالي كيف العادة مشعلة على 220 يعني 220 درجة اون ندخلهم غادي نزلو ل 180 ونخليهم يطيبو على خاطرهم كما قلت لكم انا تنشعل الفران من الفوق ومن التحت يعني ما تنخليهمش يطيبو من التحت عاد نطلعهم تنشعلو ديراكتوم بان سويس ديالي وحدين درت فيهم سوكر كلاص من خرجو من الفران حتى بردوا والاخرين دهنتهم بشويه ديال الكونفيتور ودرت فيهم كاوكاو مهرمش من الفوق فريمون تيجيوا روعه طوب ها نتوما شوفوا العجين كي تيجي من الداخل هشيش بزاف حاولوا تجربوهم راه غادي يعجبوكم بزاف وهادو ديال الكاوكاو دونك اللي عجبتو الوصفه ديال اليوم ما تنسى على زر الاشتراك ويدير لي جيم باش يوصلوك على الجديد بالصحه والراحه والى اللقاء